الحين ايش صار يا ماما؟ هاد يلا يا عبدو. ايوه يا عبدو تعالى والنبي شوف البنت. ايه يا حبيبي النبي لبسها الجزمة يا عبدو. انا ليش عارفني في الحاجات دي بس يا زاد؟ ايوه انت احسن حاجة بتضري شوية، هات الحاجة تعملي كل حاجة وترجعي بدري. هبضر ايه بس اكتر من كده؟ ده انا قربت اصحى مع صلاة الفجر. يا زوزو يا حبيبتي كل الستات اللي بتشتغل بتعمل كده، كل الستات. الله ابن جميل. يلا يلا عشان تشهلي يلا. حاضر حاضر. يلا يا حبيبتي. بس. قومي. بص البابا. دودو بص البابا. تعالي استني. تعالي يلا خد البت. ايوه يلا تروح بالسلامة. يلا مالكم متوصلين بالاغاني الوطنيه كده ليه؟ رجاله وطول عمرنا لعبت يا بلدنا رجاله. مش ريحتك لقواله. الله شلونك؟ شف ايدك منك لوح العار. مش هيجرح منكم. مش حلو يا رجاله. تعال خد شيل علامين. شيل علامين. شيل ده يا صادق. يا صادق تعال. ايوه يا استاذ زاهد. ايوه يا استاذ زاهد. بقول لك ايه، قول له انه افكار تجي لي يوم الجمعه. لا والله مش هينفع يا استاذ زاهد. مش هينفع ليه؟ لا مؤاخذه يعني هي اعتزلت الخدمه في البيوت. تعال. يعني ايه خلاص بطلت تشتغل؟ ايوه بس احنا يعني هنعمل مشروع كده على قدنا. مشروع ايه ان شاء الله؟ هنجيب حاجه ساقعه على جرايد على ارواح وهي تدور المشروع. اه شي طيب. بقول لك اشوف لك واحده بنت حلال غاهي. عندك حد كويس؟ ايوه امال عينيا. ده يا صادق هتفضل واقف عندك ولا ايه؟ لا يا باشا تحت امرك. ما تشغل معانا. هشوف لك. حاضر يا باشا. حاضر. قول لك كلمتين ونخلص. حاضر يا باشا. حاضر. حاضر. لا العفو يا باشا. ايدك ايدك. طيب. خد انا. خد. بنقول كده. يلا شيل شيل شيل. يا اختي وجايب لي ايه اللون الفوشيا بقى البني البنفسجي فانا صباح الخير. اه ما انا هلبسه على الفستان الاحمر. وحش عارفه اللي هو بتاع البنات ده منظر. ليه ايه اللي انت لابسه على دماغك ده عواطف؟ كل الحكايه ان محمود جه من السفر وقال لي خدي شويه البنوهات دول داري شعرك. شعرك عوره. عوره؟ عوره ازاي يعني شعرك انت عوره ازاي؟ ايوه بيقول لي هناك بيقولوا ان شعر المراه عوره وبيصير الغرائز والفتن عند الرجال. شعرك انت هو اللي هيصير الغرائز يا عواطف. بذمتك ده شعري يصير فتن حد ولا مش فاهمه انا يا اوش يا فاطمه. بكره حبيبتي جوزي يجيكي من الاعاره ويجيب لك شويه بنهات وتبقي قولي له لا مش حدا يعني. ابدا على جثتي. يا سلام. حاجه وهنا حاجه ثانيه يا عواطف. يعني هو مش جاي من هناك؟ زهق. ما تخنقنيش بقى. كفايه اللي انا فيه. حرام عليكي تاخدي يا اختي العيال انت تربيهم وانا اتطلق وتاخدي البنيه. لا 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 خدي البنيه. لا ما تتطلقيش خليكي بالبنيه ده حتى هديكي. الله طول عمرنا كاشفين وانا مش فاهمه يا جماعه. يعني اخرب بيتش بايدي يا جماعه. يا حبيبتي خلاص. مين فاطمه؟ ايه ايه السادات فتح سفاره لاسرائيل عن النيل. بوادر الرئيس المؤمن ظهرت في المكتب. وصلنا الكاس دي حوالين الصف. يا صادق. ايوه استاذات. ماما افكار بتشتغل اهو. لا والله ده السكان الجداد وبنساعدهم. انا بكره ان شاء الله هصرف لك واحده تحل محلها. طب شاحل شويه
ما تقعدليش سنه تدور لي على شغاله. يلا يلا. فتحوا سفاره اسرائيل في مصر. ما انا عارف. الحمد لله ان بابا مات قبل ما يشوف اليوم ده. كان هيجرى له ايه يعني يا زوزو؟ انا هتنقت. انت متخيل يعني ايه سفاره اسرائيليه في بلدك؟ يعني حته ارض اسرائيليه موجوده في بلدك يا عبدو. انا مش فاهمه، مش فاهمه يعملوا كده ازاي بس. لازم يعملوا كده. اوف كورس لازم يعملوا كده. يا حبيبتي الزمن اتغير. احنا دلوقتي في سلام. بيس يا زوزو. بيس ايه بس وزفت ايه؟ ما كفايه عليهم خدوا فلسطين. وقعدوا يحاربونا حروب متلتله. ونبقى بطل الكلام بتاعك ده. انت ايش فاهمك في السياسه؟ السياسه دي لناسها يا زوزو. يعني كنا نقعد نحارب ولا نديهم حته السفاره؟ طب انت عارفه بيجن قال ايه؟ قال ان سياده الرئيس محمد انور السادات ضحك عليه، اداله شقه في الجيزه وخد مكانها سينا. وبصراحه بقى انا شايف ان ده ثمن رخيص جدا مقابل ان احنا نرجع سينا. سينا يا زوزو سينا. ما هو فعلا رخيص. اه رخيص قوي. انت بتتريق عليا يا زوزو؟ اوعي تفتكر ان سينا دي كانت ممكن ترجع لنا غير بالطريقه دي. عندك فلسطين من سنه 48 هم داخلين ولا عارفين يوصلوا معاهم لحل. ده ضربه معلم، والله العظيم ضربه معلم. ده غير المعونات اللي هتجينا من امريكا. هنتنخنخ، هنقب على وش الدنيا. ما هو فعلا هنقب. اهو هنقب على جثث الشهداء. وحياه ابوكي بلاش الرومانسيه الفارغه دي، والله ورحمه ابوكي. الناس مخنوقه يا عبده، تعبانه تعبانه الناس. الناس الناس بدل ما تتاثر تشوف المستقبل، تشوف الحلم اللي احنا رايحين له، يبقى عندها طموح. الناس يا زيت لا عجبها العجب ولا الصيام في رجب. الاكل النهارده حلو قوي. خد البت ام امي اغسل ايدي. طيب طيب. ايه انت مين ومتخبط عليا ليه؟ عدم المؤاخذه بس لو يعني ما فيهاش احراج ولا ضيق ليكوا. انا تعبان قوي ولايص، ويا ريت يا ريت يعني لو ما يضايقكش اذا امكن المدام بتاعتك تيجي عند البيت ضروري. انت بتقول يا بني ادم انت؟ تيجي عندي تلحق مراتي، خلي جماعتك تيجي تلحق سميحه. مراتي بتنزف ارجوك اعمل معروف خليها تلحقها. طيب طيب ما تقلقش، ريلاكس انا هبعت لك جماعه حالا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ذات يا ذات. على امانك يا حبيبتي ما تخافيش. ما تخافيش. على مين؟ على مين يا حبيبتي؟ على مين؟ على مين؟ اجيب لك ميه. اجيب لك جلابيه. فين جلابيتك؟ من جوه. انا السبب. سايبه من صلاحيه ربنا عماله تشيل وتحط وتهبد وترص في العفش، وانا سايب ايدي خالص. يا سيدي الف مبروك على العفش الجديد وعلى الشقه. الله يبارك فيك. بالحق عدم المؤاخذه يعني انا جبتك على ملا وشك وما تعرفناش على بعض. انا اسمي المهندس وجدي الشنقيطي، بشتغل في حي مصر الجديده هنا جنبك. يا اهلا وسهلا. انا الاستاذ عبد المجيد، شغال موظف في بنك بنكير حته واحده. يا عبد ماشي معاك يا سيدي. ألف سلامة على المدام. الله يسلمك. المصيبة إن أنا ما أعرفش إن هي حبلة. أنا لو أعرف إن هي حبلة ما كنتش سايبها تحد حلها بالطريقة دي. عمري ما تصورت إن هي ممكن تحبل بالسرعة دي. دي تهاني كانت بتحبل بطلوع الروح. تهاني مين؟ جماعتي اللي في البلد. هو إحنا ليه سايبين بابكو كده مفتوح؟ ما تردوا قطة تخش عندك ولا حاجة؟ لا ما ينفعش، البنات نايمين جوه، بعدين يصحوا ما يلاقوش حد يتخض ولا يتجعظ ولا حاجة، تسيبه مفتوح أحسن. أنت عندك بنات؟ أوف كورس، عندي بنتين، دعاء وابتهال. ربنا يخليهم لك. أنا راخل عندي أربع بنات، أصل تهاني خلفتها كلها بنات. عشان كده قلت أتجوز سميحة. زي ما أنت شايف كده صغيرة، وبعدين بنت جاية على أربع صبيان، فأنا قلت عيلتها يعني نسوانهم ما بيجيبوش غير صبيان. بسم الله ما شاء الله. يعني انت متجوز اتنين؟ استاذ وجدي لو سمحت عايزينك جوه معانا. بالاذن. من بكره حضرتك لازم توديها مستوصف. حاضر. علشان الدكتور يعني يكشف عليها ويتاكد ان مفيش اي بواقي.
من نجمة إن شاء الله. السلام عليك يا سميح. أنا هستأذنك. اتفضلي يا فندم، تعبناكي تعبناكي يا مدام زيت. كتر خيرك يا مدام زيت. بألف سلام. لا 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 خليك معايا خليك معايا. أنا عارفة السكة. طيب. السلام عليك سميح، السلام عليك. عاملك حاجة سخنة تشربيها؟ لا أنا تعبانة وعايزة أنام. طب لازمته إيه العياط بس بقى؟ الواد راح يوجدي. ما يروح مطرح ما يروح، هو يعني اللي جابه ما يعرفش يجيب غيره. عارفة؟ أهم حاجة إن إحنا بنعمل اللي علينا، والباقي على ربنا. بس إحنا النوبة الجاية هنخلي بالنا من الواد، ها؟ ألف سلام، ألف سلام. يا ساتر يا رب. البنت صغيرة قوي. دي أصغر منه ويجي ب30 سنة. لا يا شيخ. في الغالب 15 20 سنة بكتير قوي. اتجوز على مراته اللي في البلد. عنده منها أربع بنات. عنده أربع بنات. قام اتجوز سميحة اللي احنا كنا عندها الوقت في البيت. بيقول لي إن عيلتهم كلها بتخلف صبيان، ما بتخلفش غير صبيان. متجوز اتنين. مقضيهم مصاريف منين ده؟ ربنا يرزقه. وأنت لحقت تعرف المعلومات دي كلها إزاي؟ ضربت معاه صحوبية لحقت؟ إيه؟ أنت هتنام ولا إيه؟ آه هنام. لا قومي اقعدي معايا شويه وافتحي لنا اللمبه الحمراء. ايه يا عبدو؟ ما تقومي تقعدي معايا شويه وحشاني. تصبح على خير يا عبدو. اصبح على خير. كل الرجاله زي بعض، اسطوانتهم مشروخ، عايزين الولد عايزين الولد. صباح الخير يا استاذات. صباح النور. انا جبت لحضرتك الشغاله اللي قلت لك عليها، ام عاطف. طب خليها تتفضل، تعالى يا ام عاطف. لا استني يا ام عاطف، بس لا مؤاخذه يعني ممكن كلمه على الاستفاضه. تعالى. استني يا ام عاطف. لا مؤاخذه يا ست الكل. اصلها لا مؤاخذه نصانيه. يعني ايه؟ مسيحيه. واحنا مالنا يا اخي؟ احنا مالنا، اهم حاجه تكون امينه. ايوه يا ست الكل، بس في ناس ما بيحبوش. مالناش دعوه بالناس دي، اهم حاجه تكون امينه. امينه. اتفضل. طب حلاوتي. لما اجربها الاول. تعالي يا ام عاطف، تعالي. خش يا ام عاطف، خش. لا مؤاخذه. اتفضل اتفضل. بص يا ام عاطف، انا عايزاك تجيلي مره في الشهر، بس هي مره بس، عايز البيت يبرق كده يبرق. اللي تشوفيه. بس مره واحده في الشهر؟ اه مره واحده، هو ده نظامي. انت بتاخدي كام؟ بالامانه وحياه ابني عاطف، انا حاسبك زي ما بحاسب كل البيوت اللي انا كنت فيها من سنين. خلصينا. ام عاطف بتاخدي كام؟ 2 جنيه. طب انا ممكن اخليكي تجيلي جمعه او جمعه؟ لا ما تشيليش هم، هخلي لك الشقه دي بتبرق كده ان شاء الله. مش عايزه حاجه اعملها لك دلوقتي؟ لا لا انا خلصت كل حاجه. انا عايزاكي تجيلي بكره، بكره الساعه 8. 8 الا ربع هكون عندك. حبيبي كان هنا يا اغلى من عينيا. حبيبي يا انا. صدق يا زت، السلم بقى يهبطني. انا الحب اللي كان. خف في الاكل شويه يا عبدو، خف. انا بعت باكل. حضرين الغدا بسرعه، اموت من الجوع. طيب حاضر، هسخن لك الطر اللي في الثلاجه. ايوه. طر ايه؟ هتاكليني بيت ليه؟ ما الاكل حلو قوي كتير ما شاء الله. ده اكل العزومه يا عبدو، اكل العزومه. ما يمنعش اكل منه برضه، غرفيلي. لا يا عبدو لا، ما ينفعش، هتبوظ لي الاكل كده. جربلك ايه يا زاد؟ ادوق بس، ادوق كده. مش جاهز يا عبدو، مش جاهز. الاكل دلع. مش جاهز. روح اتفرج على التلفزيون يا عبدو بقى يلا. طب ما تزقيش. طب روح اتفرج على التلفزيون. والله زمان يا هوا، زمان. زمان. سيب الاكل يا عبدو، سيب الاكل. والله زمان. جبت لك موز. والله ايه رايك في صوتك؟ انت عجبك الحمار؟ عجبني جدا. قولي لي تعالي انت بغنى فين؟ شيء بارد يا حبيبي، انا مش بسالك انت، انا بسال حبايب بابا. رد يا استاذ، اتفرجوا على ايه؟ ايه رايك في صوتها؟ بنت دودو. في الخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس محمد انور السادات للماما عمليه تصوير البابا للعالم العربيه والعالميه، نص يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الله. نتيجة استفتاء الشعب على بناء الدولة
وكذلك النقاط التسع حيث حدد كل السلطات فيها، واهمها ان الشرعيه الدستوريه قائمه. اقفل الراديو بسرعه. اقفل انت يا عبد. والخامس عشر من مايو. المعاطف اقفل الراديو حتى ابوك. لمده الرئاسه والتي لا تتعدى الفترتين، واكد الرئيس محمد انور السادات في خطابه على اهميه الماده الثانيه من الدستور، وهي اعتبار الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي استفتي فيها الشعب بكل حريه بنعم او لا. يعني ايه الكلام ده استاذ حاتم؟ الشعب في النتيجه بنعم. كما اكد الرئيس محمد عايزين يعملوا ان الشريعه الدستوريه تبقى المصدر الرئيسي في الدستور لان المسلمين وان وزاره العدل انتهت من وضع هذا القانون. انت مالك؟ حد استفتاك؟ مشيرا الى ان كل يعني استفتاك في اختيار عقيدته. استفتاك ده يا ستي؟ وشدد الرئيس محمد يعني حد حاول ياخد على قانون العيب. يا ام عاطف انا جاي تعبان من الشغل وما اكلتش وجعان وما اعرفش اتكلم وما اعرفش اركز. روح شوف شغلك لو سمحت. صوره مصر في الخارج. يا اهلا وسهلا. اوعوا تكونوا اتعشيتوا. اوف كورس نوت. هنتعشى الليله دي النهارده علينا. الكلفه دي بس يا شنطيتي. ابن ريف بصحيح. السفره دي يا مدام زه؟ اتفضل. ايوه كده تمام تمام التمام. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. والله ما ليها لازمه الكلفه دي. انا عايز افرجكم على حاجه ما حدش يتصورها. خير يا رب. خد وصلي دي في الكهرباء يا استاذ عبد. واحدة يا شرقيتي بس حاسبي يا بنتي الكوبايات. الفراخ يا سميحة. ده الحلة فاضية. دلوقتي هتتملي. اتفرج على اللي هيحصل. وصف كهرباء؟ أيوه. المنبه يا سميحة. طب ما أنا هعمل لكم فراخ يا أستاذ شرقيتي. لا ده أنا هدوقك من الحلة دي فراخ ولا فراخ الحياتي. الحلة دي اختراع ولازم نستثمره. جات لي هدية من واحد حبيبي صاحب محل أدوات كهربائية. قلت اما اجربها، هو كان جاي يعمل ترخيص للواجهه يعني. اتفرجوا على اللي يطلع من الحله دي دلوقتي حالا. خير يعني هيطلع ايه؟ بتسوي الاكل هوا ربع ساعه وهدوقك شويه فراخ. بقول لك ولا فراخ الحاتي. 15 مينت؟ لا ربع ساعه. وايه دي يا استاذ شنقيطي؟ انت لك في الشرب يا استاذ عبده. اوف كورس ما يدير. يا ذات. نعم. كوبايتين وحتتين تلج بسرعه. جميلة. أنا سعيد سعادة غامرة. الله، يعني معقولة يا بهوات الحالة دي تطبخ؟ ايوه من غير نار؟ ايوه يا سيدي من غير نار. طب ازاي؟ الكتر بالكهرباء. ايوه يعني الكهرباء دي تسوي الاكل؟ امال ايه بتسويه؟ سبحان الله اللي يعيش ما يشوف. بقول لك ايه، هتعرف تعمل لنا واحدة زيها ولا نروح نشوف حد تاني؟ لا حد تاني مين؟ ده نعمل زيها وزي ابوها، بس انتوا سيبوني كده كام يوم. لا كام يوم ايه؟ ده احنا عاوزينك تعملها لنا دلوقتي ونجربها. بس ده هياخد وقت. تاخد اللي تاخده، احنا الوقت ما عندناش اكتر منه. طب وراك حاجه يا عبد؟ حاليا مفيش. ماشي، طب اتفضلوا انتوا يا بهوات، انا اجيب لكم اتنين شاي مع القهوه وان شاء الله هنعملها. يلا. هوريكم حاجه مش هتصدقوا نفسكم يا اختي. ما ايه دي؟ بيحبوا كله من بره. حله؟ حله؟ ايه ده؟ مش اي حل. مش اي حل. كهرباء دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ خدتي الفيش. طبعا انت الكهرباء. لا ما تخافيش. هاتي الشنطه. نوعها حلو. ايه ده فراخ؟ فراخ. هي متبله بس. انت عارفه يا زكي انت فكرتيني بايه؟ فكرتيني بفيلم صغير على الحب بصلاح، كان بيحب الطبيخ برضو قوي كده زيك. وفاكرين الاغنيه اللي منبه؟ عارفين الاغنيه الاخيره اللي كانت موجوده في الفيلم؟ ما انتش قد الفيلم. يا منبه يا صاحبي حصني حصني ولا في ايه؟ هتظبطها قد ايه منبه؟ 15 مينتس 15 دقيقه وهتاكلوا فراخ ولا بتاعت الحاتي. ماشي. انت شغاله حاول اليومين دول يا زات ولا ايه؟ في ايه؟ الشقيحه هتفرقع. يا حلاوه. ايوه شفتي الريحه؟ حاجه جامده مستوت خالص. بتعمل محشي يا زاد؟ تعمل كل حاجه.
بتحط فيها لحمه كمان؟ مين عايز بقى حلا زي دي؟ انا 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 عايز انا عايز طب استنوا اكتر وانا عايز استني هبطك واحده يا ماما انا اول واحده انا اول واحده بتعملوا ايه زين انا عايزه واحده عشان ماشي نادي فاطمه فاطمه عايزه واحده وانا واحتمال اخد تاني وانا عفاف عايزه واحده برضو للعيال همه ايوه زين واحده منير مش عايز هجيب لك واحده وافكر على مين عواطف لا يا حبيبتي انا لما افكر ايه اللي احط الفرخه تطلع لي لا 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 طب لا. خلاص فكري على مين نادي اثنين ثلاثة أربعة أنا مبدئي مش بطالة طب افرض إنك عايز تصوم الزمن هو الأصل في اي مكان تقدر بصي يا ستي في الشغل عندي فاطمه وهمه وعواطف ومنير وهاتي حل لماما هبقى انا ادفع تمن وطي صوتك الوليه تسمع ام عاطف ملهاش دعوه ولا ترى لا تسمع ولا تتكلم عند والدي في الحي ست موظفات طلبه واحده للمدير بس دي هديه طبعا لا ما مش صالح هو يبقى يدفع تمن اهي مالك بقيتي حويطه كده بصي يا ستي عبد الحي في الشغل عارف يجيب لي طلبيتين بس كويس واحده للمدير لا هو ما طلبش من غير ما يطلب اتعلموها بقى هو اديله هديه زي ما وجدي هيعمل بالظبط واحنا مالنا صالح الهديه يدفعها هو الجيران بقى مرات الحاجه فهمي واحد ومرات الحاجه فهمي اتنين ومدام سهير مدام سهير واحنا هنبيع لمدام سهير وليه لا يعني بس وجدي بيقول ان مشيها بطاله يا ستي احنا مالنا نمشيها اهم حاجه المشروع ينجح على راي عبده بزنس از بزنس اللي تشوفيه بس انا عن نفسي مش هفوت عليها حلتها خلاص هبقى اديها لها انا ست زينات زيت يا ام عاطف الشيخ خلص طب ما يخلص الشيخ انت ممكن احط الشريط ده في المسجل بتاعك شريط ايه ده شريط اشتريته من الكنيسه بس انا ما عنديش مسجل طب ما عندكيش مسجل في البيت بتشتري شرايط ليه تصرفي فلوسك على شرايط مش عاطف اولى بيهم برضو الواحد ساعات بيحب يفك عن نفسه شويه بعدين ده كلام ربنا بيصبر الواحد على غلبه طب شغلي تشكر طب استني انا هشغله لك بدل ما تبوظي لي الكاسه انت وليه بك حق هي كمان عايزه تشغل شريط الكنيسه عندك طب وفيها ايه على الاقل بتشغل كلام ربنا خلينا في موضوعنا مرات الجزار ومرات موظف الزراعي ومرات الضابط بس كده مش فاضل غير ام افكار ماشي يبقوا كام كده حسبيهم بقوا 22 طب مش بطال 22 بيقول 25 اكيد يعني هنلاقي 3 نبيع لهم ماشي 25 احسبيها بقى يا زاد طيب 25 في 20 20 ايه تمن الحل 20 ايه يا ام 20 ده قليل قوي 25 لا كتير شوي لا مش كتير يلا احسبي 25 في 25 هيطلع 625 شيلي بقى منهم مصنعيه؟ كام؟ 100 جنيه قليل 100 جنيه هم 100 مفيش غيرهم ماشي خلاص 625 ماشي 525 حلو نقسمهم بقى بالنص؟ ماشي يعني تقريبا 260 يعني 260 ليكم و 260 لنا؟ ايه ده؟ يا سيدي دلوقتي انت نجحت في الاختبار واحنا قررنا ناخد منك 25 حلة زي الحلة اللي عملتها لنا النوبة اللي فاتت دي بس انا شخصيا مهتم بالتوقيت هياخدوا منك وقت قد ايه؟ بص يا بيه شهرين شهرين ونص ليه يا عم؟ انت هتبني كوبري هو شهر واحد مفيش غيره يا بيه شهر قليل شهر حلو قوي وعالب زياده كمان انت الحله بتاخد منك مصنعيه يوم واحنا عايزين 25 حله يعني 25 يوم واربع ايام اجازه 29 يوم يعني مدينك يوم هديه كمان يا بيه بس ولا بس ولا حاجه ترى لك ايه يا اسطى انت مش عايز تاكل عيش ولا ايه عايز اكل عيش يا بيه عايز مصنعيتك كام في الواحده
5 جنيه في الحلة زي النوبة اللي فات. لا 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 ده تو ماتش، ده سعر مبالغ فيه. هما 2 جنيه 75 قرش مفيش غيرهم. يا بيت 2 جنيه 75 بس ازاي شوية؟ بقول لك ايه، ما تزعلش عبدو باشا منك، 3 جنيه كتير كمان. هما 2 جنيه ونص مش هيزيدوا مليم. يا بيه بس بقول لك ايه، الحلة دي كنا واخدينها حتة قطعي بنجربها، خدناها ب 5 جنيه، انما احنا بعد كده هنشتغل بالجملة. فالحتة ب 2 جنيه ونص عشان ناخد منك تاني وتالت. يا بيه بس ولا بس ولا حاجة، انت عايز تزعلني منك شكلي. لا يا بيه لا تزعل ولا حاجة. خلاص قول توكلنا على الله. توكلنا على الله. مبروك يا شنقي. أنا فرحانة قوي، حاسة إن أول مرة ممكن يكون معانا فلوس. دعاء هنقلها مدرسة خاصة، وابتهال هوديها حضانة، وهصلح سباكة الحمام والمطبخ، ولو اتكينا على نفسنا شوية نجيب عربية. تعمل إيه يا عبدو؟ بفكر. تفكر في إيه؟ في الواد اللي اتأخر. واد مين؟ ابننا ولي العهد، الواد اللي هيشيل اسمه. يا عبدو بقولك فكر، احلم هنعمل ايه؟ ده احلى حلم، ده احلى حلم واحلى تفكير. قومي بس ربنا يهديك، قومي. ده احلى تفكير. ده بس كل مفيش. تعالي صباح الخير يا بنات. معلش انا اسفه خالص انا صحيتك، والله ما كان دي نزوم، يعني انا كان ممكن اوديهم عند ماما. ما تقوليش كده، دول هيونسوني بدل قعدتي في الشقه طول النهار زي ارضاقه. خلي بالك من اختك ها، واسمعي كلامها. عايزه اللي ياخد باله مني. ده انت تاخدي بالك من بلد. خدي روحي انت شغلك وما تنعيش همهم خالص. والله انا قلقانه عليك انت. يوم ما تقوليش كده، انا مربيه ولاد اختي التسعة. يلا يا عقبال ما تربي اولادك. يلا كله على الله. سلام. مع السلامه. صباح الخير. الحلة 25 جنيه. عشان خاطرك هخليهم 30. شكرا يا مدام سمير. صباح الخير. صباح الخير. سايبه بناتك عند الجيران ليه؟ مقطوعه من شجره؟ مالكيش ام؟ مش قصدي يا ماما، ربنا يخليكي ليه؟ ربنا يخليني في ايه بس؟ في حد يسيب بناته عند ناس ما يعرفهمش؟ البنات يتخاف عليهم، البنات دول تفتحي عينيك عليهم كده. والله ما يتسابوش مع حد غريب. والله دي سميحه طيبه قوي. سميحه منين سميحه؟ تعرفي سميحه منين؟ دي اول امبارح سكنت جنبك. اوام سميحه سميحه؟ تعرفيها منين سميحه عشان تسيبي بناتك عندها؟ يا ماما الفكره بس عايزه اريحك والله. مين قال لك ان انا تعبانه وكركبت؟ ده انا واقفه من امبارح عمال اعمل ملوخيه لابتهال واعمل جيلي لدعاء، هكبهم في الزباله. يا ماما انا عارفه ان العيال وجع دماغ، خصوصا بعد ما دعاء خدت الاجازه. وبصراحه بقى بصراحه انا تعبت من المواصلات، ما بقتش قادره يا ماما. قولي كده، قولي كده. تعبانه من المشوار عماله تتلككي بالبنات وتقولي سميحه وتعملي. بصي انا مش حمل وجع دماغ، انا تعبانه وانا اقدر اقعد في البيت ده بطولي. مش عايزه حد يجي يزورني ولا حد يقعد. لا لا روحي الشغل، ما تعطليش نفسك. وهو الاكل بلا اكل بلا نيله. روحي شوفي مصالحك. يلا مش عايزه اشوفك ولا اشوف البنات ولا اشوف حد. حاضر. جت هنيه اللي عايزه خلف. انا سبت لك حل. حله؟ افتكرتي الحله ونسيتي بناتك؟ خلي سميحه تنفعك يا اختي. الان سميحه الان. حله حله ومحله. ناقصه حلل انا. هي الحاله دي اللي انا عايزاها. استني السلك بتاعها بس. انا بقى المناسبه الحلوه دي عايزه احكي لكم على كوتش. هاتي السلك ده دي ايه؟ عايزه احكي لكم على السلك. استنوا عليا شويه. خدي السلك بتاعها. شكرا يا ست. على فكره انا شفتش الحاله دي. الحاله بتاع امينه. والنبي انت فايقه. والنبي انت فايقه. طب عايزه واحده. طب استني يا زاد. ثانيه واحده يا زاد. احجزي لي 2 واحده لامي واحده لحماتي. مش ملحقه عليكي. انا كنت بطلب ايه يا زاد؟ ثانيه واحده. طب واحده وعايزه واحده دلوقتي. ناديه استنوا بس. انا عايزه واحده. استني هاتي. وبصي انا هحجز واحده لخالتي بس مش هدفع كله دلوقتي. ما دي بتاعتك اهي. خديها خديها. عايزه بص الكنز مربوط على واحده. استني بس السلك مش بتاع الحله دي. يوه يا زاد اسمعيني، انا عايزه حله واحده وفلوسي كلها جاهزه. انا عايزه حله عشان بجهز. انت عارفه انا مستنيه الراجل الموعود. ماشي يا حبيبتي. حاضر هجيبها لك في الدفعه الجايه. انا عايزه واحده. عايزه واحده. ده عربون.
ده 5 جنيه يا ماشي اما تيجي اما تيجي العشرين طب استني لازم اكتب حنسة كده تهمك 5 جنيه باقي 20 جنيه بقول انا عايزه يا اختي 4 حلل واحده ليا وواحده لامي وواحده لحماتي وواحده لاخت جوزي انا عايزه واحده احط السم عينيها في الحلل بتاعتي ماشي بس انا بقى مش هدفع في الحله 5 لا بقول لك ايه يا عواطف لا اجرائيه يا زياد انا واخده 4 حتت وانا واخده حته واحده وبعدين هو مش لازم تكسبي مني امسكي دول 60 جنيه مفيش فصال يا عواطف لا انا بفاصل انا عمال اشتغل معاكي مش لا خدي فلوس لا بقول لك ايه يا زياد احنا هنخسر بعد على 5 جنيه في الحته لا والله العظيم ابدا الله في ايه اكتبي بس قالي لي 25 جنيه مفيش كلام خلاص هناخد ما فيش عواطف الله عمال اكتبي بقى اشتغل معاك اكتبي عشان انت ما تنسينيش انا خدت الحل نسيت ومين خد ايه انا خدت حل اهو ودفعت لك الفلوس دلوقتي فين اهي هي دي فلوسي وانا خدت حل وحجزه حل طب ماشي طب استنوا لخبطتوني انا بتاع سوق حر يا ذات استنى بس مش عايز حل بس مش هدفع الشهر ده وبعدين اخرتها ايه في موضوع الحلل ده هو لا بعدين ولا قبلين يا استاذ شرقيتي انا عن نفسي استحاله ادخل البنك ومعايا حله تاني انت ما تعرفش بيندهوا يقولوا لي عليا ايه في البنك دلوقتي يقولوا لي ازعب مجيلي يا ابو حله اروح اهادي المدير بتاعي بحله يوم يوصلها في الكهرباء يتكهرب اتنطر بتاع 3 متر انت كمان يا عبد انا كمان طلعت للرئيس بتاعي عشان اخلص منه شويه تاشيرات كده الناس مهمين حبايبي قلت هديه بحله الراجل حب يجربها قدام مني كهربته دخل عليه مدير مكتبه يلحقه الكهرب هو راخ وكل من يدخل عليهم المكتب عشان يلحقهم هما الاثنين يتكهرب اما لو عرفت المدير قال لي ايه بقى قال لي يا استاذ عم مجيد انت فاكر نفسك في بورسعيد لو شفتك محله تاني في البنك هرفدك وهبهدلك وقلت لك قبل كده برستيج يا استاذ شنقيطي برستيج اتبهدل انت خايف على برستيجك يا عبد امال تقول ايه في اللي كان هيترفض بقول لك الراجل كان بيفرفر قدام مننا كده كان بيسوق يهتب والعمل اصل احنا يعني كنا خلصنا العماره والقرايب وكنا يعني معتمدين على الموظفين بتوع الحي والبنك يا جماعه انا مش عايزاكم تقلقوا خالص دول الموظفين اللي في ماسبيرو بقوا اكتر بكتير من موظفين الحي وموظفين البنك يجي 10 مرات ايوه ده النهارده بس عفاف طلبت مني 4 حلل بتقول 4 حلل يا ذات ايوه بسم الله ما شاء الله جبت لك الاربع حلل زي ما طلبت بجد سكوتشي يا ذات حماتي مفكراني بضحك عليها كل شويه تقول لي يا اختي فين الحله اللي قلتي عليها اللي بتسوي الفرخه في ربع ساعه عايزه 2 كمان واحده لام رشا وواحده لام رندا جيراني لما قلت لهم ما صدقوش نفسهم دول ب20 زي ما اتفقنا طبعا والتانيين يا زاد زيهم لا هديهم لك ب15 ان شاء الله يخليكي مش خاطرك بس بقول لك ايه مش هجيب سيره لحد بس هنحسب كله على 15 خدي بقى بقيت فلوسك اهي اتفضلي يا ست هاني اتفضلي الحله بتاعتك انا عايزه فلوس ايه ده ليه يا عواطف اول ما جيت احط الفيشه راحت هبه في وشي بقى اعمل زي وش جمالات زايد في فيلم تصير طاقيه لخفه في اخر مشهد يا خراشي ده تاري ب 15 جنيه وما تجيبيش سيره لحد هغيرها كمان اديها لك ب 15 بقول لك ايه انا الفاتحه عندي يا حبيبتي ليله الاصل وانت عارفاني انا واطشه ماليش لا عزيز ولا غالي بيني وبينك الاسم فلوسي يا حبيبتي بس ما تقولوش لحد ده انت سيبك في ميكروفون عيل ده المبنى كله بكره هيعرف بتضحكي علينا يا زاد واحنا زملاء واكلين عيش وملح مع بعض يا زاد ايه شكلكوا جاي لنا بخبر اسود في ايه حد فيك فاضي معانا خبر زي الزفت على الصبح ايه هو الكنيسة اعلن ان القدس عاصمه لاسرائيل وانت بتلعبي في الحلل يا عواطف الله جرى ايه يا سيمونير انت شايفني يا اخويا جلدمائيل قدامك ولا مش هي ديان انت كل نصيبه تلبسها العواطف تعالي يا منتره الحلل اتفضلي نشتغل في الزفت ده مش عامل حاجه احسن برضو يا اختي ده انتوا دخلتكم علينا سودا في ايه يا منير ما بقتش عارفه بعيط على ايه على القدس اللي راحت ولا على مشروع الحلل اللي باظ ولا على البنات اللي رميهم ليل نهار عند الجيران ولا على نفسي ولا على ايه ولا ايه ولا ايه